بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور يوسف عبيدات، أستاذ القانون المدني في كلية القانون في جامعة اليرموك. أقدم لكم اليوم ضمن سلسلة وصل حديثا كتابي في الحقوق العينية في القانون المدني الأردني. حقيقة تم نشر هذا الكتاب بطبعته الأخيرة في هذا العام 2024. يتضمن هذا الكتاب تناول الموضوعات المتعلقة بالحقوق العينية في القانون المدني الأردني والقوانين ذات العلاقة بالتفصيل. قسم هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول يتحدث عن الحقوق العينية الأصلية، أما القسم الثاني فيحتوي على الحقوق العينية التبعية. ما يميز هذه الطبعة حقيقة هو التعرض للأحكام المستجدة، النصوص القانونية التي عدلت الأحكام القانونية الناظمة للحقوق العينية في القانون المدني. فجاء الكتاب على كل الأحكام القانونية المتعلقة بقانون الملكية العقارية، كما جاء أيضا بالنصوص الجديدة لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. ميزة هذا الكتاب أنه يحتوي أيضا على أحكام محكمة التمييز الأردنية، فهو السبيل الأمثل لفهم النصوص القانونية، أي ربط الواقع النظري بالواقع العملي. الطالب أو رجل القانون حتى يأتي بالفكرة بشكل دقيق وبشكل أعمق، من المفروض أن يسلك هذا الطريق، وهو دراسة النصوص القانونية بشكل نظري ثم تطبيقها في الواقع العملي من خلال دراسة الأحكام القضائية كما ذكرت سابقا. ميزة هذا الكتاب الإضافية هي أنه يمكن أن يستفيد من قراءته طلبة البكالوريوس في كليات القانون المختلفة، وطلبة الدراسات العليا في كتابة أبحاثهم وفي تعميق معرفتهم القانونية، ويمكن أيضا الاستعانة به من كل رجال القانون والقضاء عند اللزوم وفي حال الحاجة إليه. وشكرا لكم.